بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معادنا النهاردة مع ليسون 3 بيتكلم عن الكونجورانس. كونجورانس يعني تطابق. عارف كده، شايف كده دي وده دي، لو حطيتهم في بعض كتاب وكأنهم حاجة واحدة أهو دول يتقال عليهم كونجورانس. تمام؟ يعني كونجورانس الحاجتين كده اللي بنتكلم عنهم يبقوا زي بعض كأنهم كده، لو حطيتهم فوق بعض يبقوا كأنهم بقوا حاجة واحدة. ده الكونجورنس اللي احنا بنتكلم عنه او هنتكلم عنه. طيب اول حاجة احنا هنبتدي بالتدريج كده، هنبتدي امتى نقول على تو لاين سيجمنت امتى تو لاين سيجمنت يبقوا كونجورنت، امتى تو لاين سيجمنت يبقوا كونجورنت. اف زي ار ايكوال اللينس، يعني لو كانوا طول بعض اهو بنقول له تو لاين سيجمنت ار كونجورنت، يعني نقول على تو لاين سيجمنت اللي هم كده كونجورنت اف لو كان زي ار ايكوال ان لينس، لو كانوا طول بعض اهو. يعني اف اي بي، طبعا احنا عرفنا ان اي بي يعني لينس اوف لاين سيجمنت اي بي ايكوال سي دي، يبقى ذن اللاين سيجمنت اي بي كونجورنت تو لاين سيجمنت سي دي. العلامه دي كونجورنت تو، العلامه دي نقراها ايه؟ نقراها كونجورنت تو. تمام؟ طيب والعكس كونفرس، if two line segment are congruent then they are equal in length. يعني if line segment AB congruent to line segment CD يبقى then length of AB equal length of CD. يعني لو احنا قلنا لك ان two line segment equal in length هتقول لي two line segment دول congruent. طب لو انا قلت لك ان two line segment دول congruent تقول لي يبقى two line segment دول equal in length. نفس الكلام بالظبط لو اتكلمنا على الكونجورنس اوف تو انجلز، بنقول اهو تو انجلز ار كونجورنت، يعني نقول على تو انجلز ان هما كونجورنت امتى؟ اف ذي ار ايكوال ان ميجر. خد بالك اللاين سيجمنت بيتقال عليها لينس، انما الانجل بيتقال ليها ايه؟ ميجر. يبقى اف ميجر اوف انجل ايه ايكوال ميجر اوف انجل بي، يبقى ذن انجل ايه كونجورنت انجل بي. كونفرسلي if two angles are congruent then they are equal in measure. يعني لو قلنا if angle A congruent angle B يبقى then measure of angle A equal measure of angle B. تمام؟ يبقى لو انا قلت لك ان two angles congruent هتقول لي يبقوا equal in measure. طب لو انا قلت لك ان هم equal in measure هتقول لي يبقوا congruent. عايزك بس هنا تركز في حاجة مهمة جدا عشان ما تغلطش في اسئلة تشوز اللي ممكن تجي لك في الجزء ده. تفرق امتى نستخدم علامه ايكوال وامتى بنستخدم كونجورنت، امتى نقول ايكوال وامتى نقول كونجورنت. في اللاين سيجمنت لو قلنا لك لو بتتكلم عن اللينس يبقى تقول ايكوال، لكن لو بتتكلم عن اللينس على اللاين سيجمنت نفسها تقول كونجورنت. في الانجلز نفس القصه، لو بتكلم عن الميجر اقول ايكوال اهو ميجر يبقى ايكوال ميجر، لكن لو بتكلم عن الانجل نفسها اقول كونجورنت. عشان تفرق ما بين علامه ايكوال وعلامه كونجورنت، ايكوال دي بتتحط بتوين فاليوز، اللينس ده فاليو لو فاليو، الانجل ليها الميجر اوف انجل ده فاليو، في الاخر بنقول كذا. اللينس نقول 5 سنتيمتر، الميجر اوف انجل نقول مثلا 30 ديجري، يبقى دي حاجات يتحط ما بينها ايه؟ ايكوال. لكن الفيجرز الاشكال يتحط بينهم ايه؟ علامه الكونجورنت اللي هم الثلاث شروط دول. تمام؟ تعالى بقى نتكلم على فيجر على بعضه كده. تعالى نشوف بعد كده كونجورنت اوف تو بوليجونز. بنقول له تو بوليجونز، يعني ايه كلمه بوليجون دي يا مستر؟ البوليجون ده فيجر فورمد فروم 3 لاين سيجمنت اور مور. Closed figure formed from three line segment or more، يعني أي شكل مقفول بس كله line segment، زي بقى البارالوجرام، زي الريكتانجل، زي الهكتاجون، زي الهكتاجون، كل دول بيبقى اسمهم إيه؟ بوليجون. تمام؟ فبنقول له two polygons are congruent، يعني إمتى بقى نقول على two polygons إن هما congruent؟ if each side and angle، يعني لو كل side وأنجل of first polygon
conjugal to two the corresponding and second molecule. يعني لو كل سايد في الفيجر الاولاني equal سايد في الفيجر الثاني، وكل انجل في الفيجر الاولاني في انجل قدها في الفيجر الثاني، يبقى ساعتها هنقول على التو بوليجونز دول ان هم ار conjugal. لو لقينا كل سايد في الفيرست بوليجون، يعني مثلا ادي بوليجون وادي بوليجون، لو لقينا السايد ده يكون السايد ده، 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 والانجل دي يكون الانجل دي، ودي يكوال دي، ودي يكوال دي، ودي يكوال دي، يبقى نقول دول كده بقوا كونجورنت. والعكس بقى، لو انا قلت لك ان هم كونجورنت هتستفيد ان كل اللي انا قلت لك عليه ده ايكوال. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا قلت لك ان ال A B C D ده اسم الفيجر، وقلت لك ان هو كونجورنت تو اكس واي زد ال اللي هو ده، يبقى انت هتستفيد ان كل انجل هنا في انجل قدها هنا بيبقى اسمها الكورسبوندنج انجل، يبقى اسمها ايه؟ الكورسبوندنج انجل. وبنبقى كاتبينه لك مترتب علشان تقدر تقول الريزلت اوف كونجورنت مظبوطه من غير اي مشاكل. يعني نقول ايه؟ بص اقول له يبقى الميجر اوف انجل ايه ايكوال ميجر اوف انجل اكس، ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل واي، ميجر اوف انجل سي ايكوال ميجر اوف انجل زد، ميجر اوف انجل دي ايكوال ميجر اوف انجل ال. اهو يبقى ميجر اوف انجل ايه، بص بنفس الترتيب، ميجر اوف انجل ايه ايكوال ميجر اوف انجل اكس، ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل واي، ميجر اوف انجل سي ايكوال ميجر اوف انجل زد، ميجر اوف انجل دي ايكوال ميجر اوف انجل ال. نيجي بقى للسايدز، الكورسبوندنج سايدز هي كمان تبقى ايكوال اللينس. اقول له يبقى الاي بي ايكوال اكس واي، بص اهو يبقى الاي بي اللينس اوف اي بي ايكوال اللينس اوف اكس واي، ها بي سي يبقى واي زد، يبقى اللينس اوف بي سي ايكوال اللينس اوف واي زد، سي دي ايكوال زد ال، اهو يبقى سي دي ايكوال زد ال، اي دي يبقى ايكوال اكس ال، اهو A D يبقى equal X L، الكلام اللي انا قلته اهو تمام. طب تعالى ناخد اكزامبل بقى اللي ممكن يجيلي كده شبهه وانا بمتحن ونشوف نقدر نجاوبه ازاي. بقول لك in opposite figure if polygon A B C M congruent X Y K M، وبقول لك complete. بص بقى ها X Y، ها بص ادي X Y بيقول لي congruent مين، اروح راجع هاني، يبقى لو قال لي اسم حاجه من هنا اروح اجيب اجابتها من هنا، لو قال لي على اسم حاجه من هنا اروح اجيبها من هنا، يبقى لما يقول لي اكس واي اقول له يبقى اي بي، تمام اهو اي بي، واحط علامه اللاين سيجمنت برضه تمام، عشان احنا اتفقنا ان الكونجورنت تتحط بين اللاين سيجمنت. هنا بقى بص الراجل بيقول لي واي كي كاتب ايكوال، عشان مش حاطط عليها اللاين سيجمنت يبقى يحط ايه ايكوال. طيب بص قال ايه واي كي، يبقى انا اقول له بي سي، شفت القصه سهله ازاي؟ ها بيقول لي ام سي، فين الام سي؟ اهي بص ام سي، يبقى اقول له ام كي اهو. بيقول لي ايه ام، ايه ام، بص ايه ام، ارجع هنا واقول له يبقى اكس ام. بس هو هنا بقى بيقول لي كام سنتيمتر، كويس ان احنا خدنا بالنا، هو هنا مش كاتب لي ايكوال وخلاص، بص هنا كاتب كونجورنت وخلاص، هنا كاتب كونجورنت مين، لكن بص هنا كاتب ايه بقى؟ كام ايه؟ سنتيمتر، اقول اه، هو انا مش قلت بص معايا كده قلت اي ام هيبقى ايكوال اكس ام، هروح ابص هنا الاقي الاكس مكتوب عليها ايه؟ 6 سنتيمتر، خلاص يبقى الاي ام اقول له 6 سنتيمتر. تمام؟ ها اي اكس كام سنتيمتر؟ بص اي اكس، قال لي طب ما هي دي احنا لسه قايلين عليها 6 زي دي، يبقى الاي اكس يبقى 6 بلس 6 يبقى 12 سنتيمتر. بيقول لي ميجر اوف انجل واي ايكوال ميجر اوف انجل، بص كده واي يبقى بي، يبقى ميجر اوف انجل بي. بيقول لي ميجر اوف انجل سي ايكوال ميجر اوف انجل واي، ميجر اوف انجل سي يبقى ايكوال ميجر اوف انجل كي. بيقول لي ميجر اوف انجل اكس ميجر اوف انجل واي، ميجر اوف انجل اكس يبقى ميجر اوف انجل اي. بيقول لي ميجر اوف انجل سي ام اي كام ديجري، تعال بقى نشوف سي ام اي، بص سي ام اي يبقى هقول له يبقى كي ام اكس، خلاص. طب بيقول لي كام ديجري،
بص ال KMX 65 يبقى ال CMA هي كمان 65 اهي هقول له 65 ديجري ميجر اوف انجل ايه يبقى ميجر اوف انجل اكس الميجر اوف انجل اكس 90 يبقى الميجر اوف انجل ايه 90 تمام ميجر اوف انجل كي ام سي مفيش هنا كي ام سي ولا في هنا كي ام سي اروح ابص على الرسمه بقى بص الكي ام سي تبقى دي هو بيسالني على دي الله طب اجيب دي ازاي بقى مش احنا لسه قايلين دي كده 65 حصل عشان هتبقى كونجورنت مع دي طب احنا مش اتعلمنا في يونت 1 ان دي كلها كده بتبقى 180 تمام يبقى لو احنا عاوزين دي نعمل ايه يبقى نقول له 180 ماينس 65 بلس 65 يبقى دي 180 ماينس 65 بلس 65 اللي هم يطلعوا 130 يبقى 180 ماينس 130 تطلع 50 ديجري عرفت بقى دي هتبقى كام يا سيدي؟ عرفت جبناها منين؟ طيب بيقول لي ميجر اوف انجل سي ام اكس سي ام اكس يبقى عاوز دي كده بص اهي دي كده يبقى 65 بلس ال 50 اللي احنا لسه جايبينها يبقى اقول له 65 بلس 50 تبقى 150 ديجري اظن القصه سهله زي ما انت شفت عايز اقول لك بس على نوتس كده بسيطه تاخد بالك منها نكمل مع بعض خد التو نوتس دول بنقول تو سكويرز ار كونجورنت if their sides equal in length يعني سكوير يبقى كونجورنت مع سكوير امتى لو لقيت السايد لينس بتاع الفيرست سكوير ايكوال السايد لينس اوف ذا سكند سكوير خلاص يبقى هما كده كونجورنت واحد يقول لي يا مستر مش احنا اتفقنا لازم ايتش انجل ايتش كورسبوندنج انجلز ايكوال الميجر اقول له ما هو كده عشان دول سكويرز هنا كل الانجل دي 90 وهنا كل الانجل دي 90 يبقى كده كورسبوندنج انجلز ايكوال الميجر والسكوير معروف ان السايد لينسز بتاعته كلها ايكوال يبقى معنى كده طالما السايد ده ايكوال السايد ده يبقى ده ايكوال ده وده ايكوال ده وده ايكوال ده يبقى كده بقوا ايكوال في كل حاجه يبقى التو سكويرز دول كده بقوا كونجورنت بعد كده نقول تو ريكتانجلز ار كونجورنت اف لينس اند ويدث اوف فيرست ريكتانجل ار كونجورنت تو لينس اند ويدث اوف سكند ريكتانجل يعني امتى نقول على تو ريكتانجلز ان هم كونجورنت لو كان اللينس بتاع الفيرست ريكتانجل ايكوال اللينس اوف سكند تريانجل والويدث اوف فيرست تريانجل ايكوال ويدث اوف سكند تريانجل اهو لينس اوف فيرست ايكوال لينس اوف سكند ويدث اوف فيرست ايكوال ويدث اوف سكند يبقى معنى كده ان كل السايدز هنا هتبقى ايكوال كل السايدز هنا وكل الانجلز اللي هنا 90 بالتالي هتبقى ايكوال كل الانجلز اللي هنا 90 تمام تعالى ناخد الاكزامبل ده بقول لك ان اوبوزيت فيجر الفيجر اللي قدامنا ده الانجل دي الميجر بتاعها 110 البي سي اللينس بتاعها 5 سنتيمتر وانا بقول لك اهو ان الاي بي سي او كونجورنت اتش دي سي او اي بي سي او الفيجر ده كونجورنت اتش دي سي او تمام كده بقول لك كومبليت اي بي ايكوال طيب اتفقنا اهو قلت A B equal يبقى اروح على الثاني هاخد اقول له يبقى H D يبقى equal H D تمام؟ طيب بقول لك A O equal المره دي بص A O يبقى اعمل زيه يبقى H O H O measure of angle H H equal measure of angle measure of angle H خلاص يبقى equal measure of angle A ميجر اوف انجل بي بي يبقى دي يبقى ميجر اوف انجل دي بيقول لي ميجر اوف انجل او سي دي بص او
سي دي، يبقى اقول له او سي بي، او سي بي، اتش او سي، اتش او سي، بص اتش او سي، يبقى ايه او سي، ايه او سي. بس هو بقى بيقول لي كام ديجري، فبصيت على الاي او سي لقيتها 110، خلاص يبقى دي زيها 110 ديجري. بي دي ايكوال كام سنتيمتر؟ فين البي دي اللي الراجل عايزها؟ اهي. طب ما هي دي 5، تبقى دي ايه؟ 5، يبقى ده كده 5 بلس 5 يبقى ايكوال 10. ميجر اوف انجل او سي دي كام ديجري؟ بص معايا، او سي دي بيسالنا على دي، تمام؟ طب ما الاو سي دي هتبقى ايكوال الاو سي دي اللي هي دي. طب كويس، كل واحده فيهم كام بقى؟ احنا اتفقنا دي كده ستريت انجل تبقى الميجر بتاعها 180 كلها، والتو انجلز دول ايكوال، يبقى كل واحده فيهم كام؟ 90 ديجري. يبقى احنا عرفنا ان دي كده يبقى 90 ديجري. ميجر انجل اي او اتش كام ديجري؟ فين الاي او اتش؟ عايز بقى كله يركز معايا في دي، ركز معايا في دي، احنا عايزين الانجل ده، ركز معايا، ده دي مش جوه الفيجر خالص، بس احنا عرفنا ان دي كده هتبقى 110 زي دي. حلو الكلام؟ دي زي دي كده 110، صح كده؟ طيب نجيب دي ادي ازاي اللي هو بيسال عليها؟ مش احنا خدنا في يونت الدرس اللي فات ان السمشن اوف اكسيوميتنج انجلز ات ا بوينت ايكوال 360 ديجري؟ تمام، يبقى المفروض ان دي بلس دي بلس دي يبقى 360، تقوم تبقى دي تبقى 360 ماينس السمشن بتاع الاثنين دول، تمام؟ طيب السمشن بتاع الاثنين دول كام؟ 220. يبقى المفروض ان انا هعمل علشان اعرف دي هقول له 360 ماينس 220، تقوم تطلع كام؟ ادي 0 ادي 4 ادي 1، تطلع 140. انا عارف ان دي كده هتبقى 140 ديجري. بص بقى معايا الحته اللي جايه دي عشان نفرق في السؤال. الراجل بيقول لي او سي وعليها لاين سيجمنت، بيقول لي دي نسميها ايه؟ بص معايا كده هنا بقى، الاو سي وعليها لاين سيجمنت نقول عليها كومون سايد. ركز معايا دي حته حلوه قوي، كومون سايد. كومون سايد يعني الاو سي ده سايد في الفيجر اي بي سي او، وكمان برضه سايد في الفيجر اتش دي سي او. فعلشان هو سايد للفيجر ده وفي نفس الوقت سايد في الفيجر ده فبنسميه ايه؟ كومون سايد. لو خدنا بالنا ده الاو سي ده عمل ايه في الفيجر الكبير ده؟ قسمه اتنين ايكوال او قسمه اتنين كونجورنت، عشان كده ده نقول عليه اكسس اوف سيمتري للفيجر كله، بس لازم يتحط عليه علامه الاستريت لاين ويبقى اسمه اكسس اوف سيمتري. فلما الراجل يقول لي اكسس اوف سيمتري اوف فيجر اي بي دي اتش او، بص اي بي دي اتش او يعني قصده مين الاكسس اوف سيمتري بتاع ده؟ الاكسس اوف سيمتري يبقى ده اهو اللي هو او سي، بس نحط عليه ستريت لاين، لان الاكسس اوف سيمتري اوف فيجر زي ما انت اتعلمته وانت في ابتدائي اللي هو ذا ستريت لاين ديفايد ذا فيجر انتو تو كونجورنت فيجرز، خلاص ده بيبقى اسمه الاكسس اوف سيمتري اوف فيجر. يا رب يكون درس الاولاني في الكونجورنت مفهوم اللي احنا خلصناه دون، ونتقابل ان شاء الله المره اللي جايه علشان نتكلم مخصوص على الكونجورنت اوف تو تريانجلز، ونتعلم امتى نقول على تو تريانجلز ان هم كونجورنت. ده هنعرفه ان شاء الله المره اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.